يعلن الديوان الملكي انه تلبيه لدعوه من حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يقوم فضيله الشيخ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف بزياره لمملكه البحرين في الثالث من نوفمبر القادم للمشاركه في فعاليات ملتقى البحرين حوار الشرق والغرب من اجل التعايش الانساني والذي يعقد برعايه جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وينتهز الديوان الملكي هذه الفرصه ليرحب بفضيله شيخ الازهر في مملكه البحرين مقدرا جهوده في تعزيز ثقافه الحوار والتعايش ودعم الاخوه الانسانيه